أخبار اليوم. العراق للتجميل، أحب أمثل بلدي بأي مكان بالعالم سواء دولة عربية أو دولة أجنبية. طبعا هذا المهرجان حبيت أن يضم كبار خبراء التجميل بالوطن العربي. بعدين شفت أشياء غريبة وجديدة يعملوها ويبحثون عليها. نقطة مهمة، الكل يبدأ يشتغل بروح رياضية عالية. مخرج المهرجان مخرج حقيقة رائع جدا، الأستاذ ثامر عطوة، مخرج بطريقة فنية. المهرجان ناجح، والأستاذ خليل السيد كان يعني مثابر دائما يعني ليل ونهار في سبيل إنجاح المهرجان. والأستاذ على لقب سفيرة للعراق، حصل على لقب سفيرة العراق للتجميل، بس أنا هسه أعطوني لقب سفيرة اتحاد مزينين الخليج العربي، وأنا أفتخر بهذا اللقب، وصارت مسؤولية كبيرة علي ولازم أنا أحافظ. حنان الخطيب صاحب الصالونات ملكات الجمال بسوريا ولبنان. الجمال مهرجان كبير وضخم، على نظمنا أنا والمخرج تامر عطوة والرئيس المهرجان خليل السيد لإنجاح هذا المهرجان وسعي المشاركين بالمهرجان، والحمد لله يعني كما شفت انه نجح المهرجان ومساعد الرئيس تامر عطوة وخليل السيد وحسام للوفود المصريه والاردنيه والعراقيه العرس اللبناني. عملت 8 عريضات ومن خلاله كمان عروس وشاب، عروس والعريس من خلال دبكه وزفه لبنانيه. كان خيالي انه عرس جماعي مع الدبكه اللبنانيه والزفه اللبنانيه، كان كثير عرض جميل وان شاء الله راح تشوفوه على الفيس وعلى البرامج، والحمد لله تم نجاحه. نشكر السيده رئيس الاتحاد سيد خليل السيد، ونشكر الاعضاء كل اللي معاه، ونشكر اصحابي اللي شاركت معاهم من تونس من العراق من الجزائر من لبنان من كل البلد العربي. في تبادل الاراء وتبادل الثقافات وتبادل التزيينات وتقارب البلدان لبعض. باخراج مهرجان في بلد الموضه والجمال لبنان، بشكر رئيس المهرجان مسيو خليل السيد دينامو المهرجان، واللي فعلا تكبد مشاق كبيرة جدا جدا علشان يخرج العمل ده للنور. أنا سعيد جدا ومتشرف ببلدي مصر ان انا من مصر وبخرج مهرجان الجمال في الموضه، والموضه في بلد الموضه لبنان. الموضه والجمال عندهم لغه واحده هم بيتكلموا بيها في اي بلده من بلدان العالم، الحكايه كلها ان الاجواء بس بتبقى مختلفه، لكن ولبنان طبعا مميزه جدا لان لبنان بلد الموضه، بلد الجمال، بلد التقاليع، علشان كده كان الموضوع في يعني الحمد لله ربنا كرمنا ونجح كويس جدا. المهرجان أي عمل فني بيحمل إيجابيات وبيحمل سلبيات، لكن التوتال أو الإجماع العام الناس كلها كانت مبسوطة، المشاركين وصناع الموضة وخبراء التجميل مبسوطين جدا بالمشاركة في المهرجان السنة دي، والحمد لله. وأنا سعيد جدا جدا بنجاح المهرجان ونجاحي أنا شخصيا في الموضوع، وطبعا علشان بمثل بلدي حبيبتي حبيبة قلبي مصر أم الدنيا.